الحياة قبل الحرب كنا قاعدين ببيوتنا وما في أكوس مننا، كان أصدقائنا جمنا، كنا ما نفقد أصدقائنا أبدا. الحياة هلأ إنه عم نفقد أصدقائنا ونصهم بيموتوا ونصهم بسافروا، وأنا تركت بيتي وتختي البنان فيه، تركت أوضتي لحد الآن بتذكرها، والقذائف اللي بتنزل والأصوات القوية كان قبل ما فيها شيء أبدا. أكثر لعبة عندي هي مفضلة الشطرنج، لأنه بحس فيها بالهدوء والرواء، وإذا رفيقي ربح علي بحس له بالسعادة وبريد يربح. فقدت رفيقي عمر، كنا قاعدين أنا وياه، عمل لي دور على البيت، تاني نهار سمعت إنه مات، كانوا قاعدين وأهله بالبيت وقام نزلت عليهم قذيفة وقتلتهم منهم وأهلهم. وقبل ما يموت قال لي هاد الدفتر هدية مني إلك، وهي أغلى ممتلكات عندي. بتمنى أكون بالمستقبل محامي مشان أدافع عن المظلومين، كتير بحب أساعد الناس وبريد لهم الخير قبل ما أريده لنفسي، وبريد إنه يحبوا بعضهم وما يكرهوا بعضهم أبدا، وبريد لهم الخير، ولأنه نحن أخوة ونحن لازم نكون إيد وحدة وما نتفرع عن بعضنا أبداً.